ان شاء الله يعني المره هذه تكون الامور تمام ان شاء الله يعني نامل ذلك. هو يعني وقاعد بصير يعني اداره جديده تركيه بدات تتراجع في فكره تصدير الثوره مجددا. الوضع الفلسطيني الداخلي عامل ضغط لانه الناس كرهت الجميع. يعني التصعيد الاخير في منطقه الخليج بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، ربما هناك مجموعه من الدوافع التي اطلقت التهديدات الايرانيه الاخيره تجاه التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج. ربما أولى هذه الأسباب هو الادعاء الإيراني بأن هناك مؤامرة تجري في العراق يتم إعدادها من أجل خلق الذريعة لتوجيه ضربة إلى إيران، هذا سبب. السبب الثاني هو التحركات العسكرية في الأمريكية في منطقة الخليج من خلال إرسال حاملة الطائرات نيمتس وإرسال قاذفتين استراتيجيتين، بالإضافة إلى إرسال غواصة أمريكية وغواصة إسرائيلية إلى منطقة الخليج، صعد من حالة التوتر ودفع باتجاه إطلاق تهديدات ذات لهجة مرتفعة من قبل إيران. أيضا هناك أسباب أخرى، السبب يتعلق بأن إيران لا تريد أن تدخل في عملية البحث في الاتفاق النووي مجددا، وهي تريد الاحتفاظ بالاتفاق الحالي كما هو والاستمرار فيه مع قدوم الرئيس بايدن. كذلك هناك سبب آخر يتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه في 15 يناير إلى تقليص تواجدها العسكري في أفغانستان والعراق، ولذلك فإن إيران تحاول أن تقوم بعملية ملء للفراغ الذي سيتركه تراجع التواجد الأمريكي في العراق، وكذلك إرسال رسالة إلى بايدن بأن العراق هي منطقة نفوذ إيرانية وأنها لن تقبل أن يتم بحث ملفات جديدة في الاتفاق النووي مثل بحث التواجد الإيراني في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في لبنان. فالاعتقاد بأن إيران لن تقوم بعملية رد على هذه التهديدات، ولأنها تعلم بأن ذلك سيكلفها كثيرا، خاصة وأن الرئيس الحالي الرئيس ترامب سيغادر البيت الأبيض في 20 يناير، فهي ليست معنية في الدخول في معركة حاليا، وهي تترقب وترى بأن هناك استعدادات لتوجيه هذه الضربة. على الجانب الآخر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، قائد المنطقة المركزية مارك ماكنزي طالب أو كان صاحب الرأي بالحفاظ على التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج لردع إيران من القيام بأي عملية ثأرية، بينما رئيس هيئة الأركان ماكميلي قال بأنه يجب أن نتوقع نتحسب لرد إيراني، ولكن أي رد إيراني ليس وشيكا خلال المرحلة القادمة. يعني اولا الاخ ابو مازن رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على مثل هذه الخطوات سابقا وباءت جميعا بالفشل، ولذلك الواقع السياسي الموجود والمحيط بالمنطقة يمنع ايران من الرد في هذه المرحلة، لانه الولايات المتحدة الامريكية لديها وضع اوضاع داخلية خاصة بالانتخابات بعد فوز بايدن وخسارة ترامب، وينظر إلى ترامب هذا أنه أحمق ومجنون، وبالإمكان أن يفتعل بعض الإشكاليات في العالم العربي بالتحديد أو في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي نأخذ التهديدات الإيرانية والتهديدات الأمريكية على محمل من الجد. إيران في مأزق وفي وضع سياسي خطير جداً، وهي لا ترغب في قيام هذه الحرب، خاصة أنها تتطلع إلى بايدن
الذي وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما سابقا، وبالتالي هي تنأى بنفسها عن أي رد في هذه المرحلة. بعيدا عن كل التفاصيل التي ذكرت، نقول بشكل واضح في هذا الجانب أن إيران لديها الحق في الرد صحيح، ولكنها ستمتنع عن أي رد بمقابل القوات الأمريكية أو في أي منطقة من المناطق، سواء في لبنان أو في العراق أو في فلسطين، لأنه وجود مثل هذا الفعل سيلحق الضرر الجسيم بإيران، وسينفذ ما يريد ترامب بالتحديد. وأعتقد أنه إيران مقتنعة وواصلة إلى قناعة بهذا الجانب، ولن تعطي هذه الفرصة لترامب لكي يقوم بالرد في الشرق الأوسط أو في أي منطقة من مناطق العالم على أي رد إيراني. حادثة اغتيال العالم النووي جاءت في ظروف معقدة، وكل المؤشرات وكل المعطيات تقول أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هي وراء هذا الاعتداء، وهي كانت مصيدة لإيران لترد وتقوم الحرب في الشرق الأوسط من هذا المنطلق. لكن الإيرانيين واضح أنهم تفهموا الوضع وفوتوا الفرصة، وأعتقد أنه هذه يعني حنكة سياسية تميز بها الإيرانيين في هذه المرحلة.